كيف ترى العام المقبل؟ هو عام الخروج من مآزق ما سبق ولا عام التورد في القادم؟ لو تسمحي لي ممكن أنا أوفر على ناس كتير مجهود، لو تديني دقيقتين اتفضل. أديكي صورة رؤية لشكل للإجابة على هذا السؤال، وبعد كده هو أي منطقة في العالم أو أي صراع من الصراعات أو أي سؤال تفصيلي أنا تحت أمرك فيه. أهم شيء في العام ده قبل ما نقول أفضل أو أسوأ، هذا العام 2021 يختلف عما سبقه من الأعوام، لأن عادة العام الجديد هو تكملة أو إصلاح أو تدهور لما سبق. هذا العام علامته الأساسية أنه ليس استمراراً لما سبقه من قواعد، لكنه عام يتم فيه بناء قواعد جديدة تماماً بسبب حجم ما حدث مما سبقه من أعوام. مثلاً نحن نواجه في هذا العام تداعيات الكورونا اللي أصيب بها 91 مليون، شفي فيها 50 مليون، وراح ضحياتها مليون، أقل من 2 مليون تقريبا. الاقتصاد نتيجة هذا الأمر خسر العالم 23 تريليون دولار، أو ما يساوي 28% من إجمالي ناتجه القومي. بايدن جاء رئيسا بشكل يعتبر مفاجأة للبعض في الترم الثاني اللي كان المفروض يفوز فيه ترامب، يأتي بحزب مختلف بأغلبية في الكونغرس وفي السنت وبسياسة مغايرة تماما. عليه أن يقوم بترميم سياسات كانت تماما مخالفة ل 16 عاما من حكم الديمقراطيين. إيران تمارس الابتزاز النووي في حالة صراع ما بين الابتزاز النووي والاتفاق الشامل. تركيا في حالة صراع بين جنون أردوغان وعقوبات الاتحاد الأوروبي والصراعات حول العالم. ليبيا تدخل صراع التقسيم والحرب ما بين الدولة وما بين الميليشيات. فلسطين صراع وحماء بين حماس والسلطة الفلسطينية على من يستطيع أن يفرض سياسته. إسرائيل صراع نتنياهو مع عصر جديد، لأنه هو مهدد بشكل فظيع جدا في أنه يستطيع أنه هو يقيم حكومة جديدة بعد رابع مرة في عامين يتم انتخابات برلمانية مرة أخرى بعد أن فشل الكنيسة في إقرار الموازنة النهائية. الطاقة هو صراع الطلب مع العرض وصراع فكرة أن يكسر حاجز $60 للبرميل حتى يحدث انتعاش اقتصادي للدول المنتجة. الصين في حالة صراع ما بين التقدم التجاري وتصل إلى معدلات 9 و10% أو 12%، بس ده بعيد عليها دلوقتي، والعقوبات اللي كانت مفروضة بشكل كبير على الصين. وأنت تعلمين أن الصين إذا انخفض إنتاجها التجاري انخفض طلبها على الطاقة، تأثرت الطاقة في العالم. روسيا صراع كبير جدا ما بين إمكانية تكييف بوتين علاقة مع بايدن، لأنه بايدن يرى أن العدو هو روسيا وبوتين وليس الصين والرئيس تشي. لبنان واليمن والعراق كلها صراعات ما بين أن تكون أدوات لإيران أو أن تقرر المصلحة الوطنية. هذا العالم كما لخصته في هذه النقاط هو بداية عام جديد، تدخل جديد في حقوق الإنسان، في الحريات العامة بسبب السيطرة، بسبب موضوع كورونا، بسبب الدخول على عالم الذكاء الاصطناعي اللي كان المفروض ده يجي لنا في 2030 أو 2035. الأحداث الأخيرة أصبح الإنسان يعيش تحت ما يسمى بالاستبداد التكنولوجي. نحن نبدأ في 2021 صياغات لعالم جديد، لاقتصاد جديد، لعلاقات بين الدول جديدة، لتوازنات جديدة،
لتجارة جديدة، لطاقة جديدة، لصراعات جديدة. طيب خلينا نبدأ مقدمتي لهذا الموضوع.